السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي صفحة وقناة ديجيتال العقارية على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم مرة تانية. النهاردة إحنا في التجمع الخامس في الحي الرابع، هو واحد من الأحياء الخمسة اللي هم أساس التجمع الخامس. منطقة مميزة جدا، قريبة من كل الخدمات وقريبة جدا من شارع التسعين الرئيسي في قلب التجمع الخامس فعليا. منطقة طبعا ساكنة من زمان زي ما إحنا شايفين قدامنا كده. الفيلا دي عندنا فيها شقة 170 متر صافي الترا سوبر لوكس، شطابة تشطيب كويس جدا. الشقة 3 غرف نوم و2 حمام وريسبشن كبير، فيها 3 بلكونات، 2 في الريسبشن واحدة مشتركة بين غرفتين النوم. الفيلا زي ما انتم شايفين واخدة ناصية شارعين. دي واجهة الفيلا، وهنخش نشوف المدخل وبعدين نطلع نصور الشقة من فوق. بنخش الشقة مباشرة على الريسبشن، بيبقى المطبخ على ايدنا اليمين، المطبخ طبعا امريكان ستايل، والريسبشن زي ما انتم شايفين 3 قطع مستريحين. الريسبشن كله متغلف بالخشب عشان الحرارة، وجبسون بورد في الشقة بالكامل، ريسبشن وغرف نوم وحمامات. البيع شامل المطبخ بالاجهزة اللي فيه، الاجهزة كلها بيلتي ان. الارضيات في الريسبشن باركيه راكب على سيراميك، التشطيبات فاخرة جدا جدا. الشقة دي بالمناسبة ممكن تتباع بدون الفرش او بالفرش. ده مطبخ الشقة، وزي ما قلنا البيع هنا والسعر شامل المطبخ بالاجهزة. احنا قلنا ان الشقة دي 3 غرف نوم و2 حمام وريسبشن و3 بلكونة في الحي الرابع في التجمع الخامس. جبسن بورد في الشقة كلها زي ما انتم شايفين. نروح للبلكونة الأولى، دي البلكونة الأولى والفيو بتاعها مباشرة على الشارع. احنا قلنا ان الفيلا دي واخدة ناصية شارعين، البلكونة الأولى دي باصة على الشارع زي ما انتم شايفين كده، الخضرة والجناين والمستوى بتاع المنطقة ماشي ازاي. نروح للبلكونة التانية، دي البلكونة التانية بتبص على الشارع اللي هو واخد الناصية التانية. نرجع مرة تانية للريسبشن والجبسون بورد والتشطيبات المحترمة جدا. نروح للجزء الخاص بغرف النوم والحمامات. هنا عندنا اول حاجة بتقابلنا على اليمين الحمام الرئيسي، بعديه غرفة نوم ماستر روم فيها حمام وغرفتين نوم اطفال على الشمال، هما المشتركين في البلكونة التالتة. ده حمام الشقة الرئيسي. وطبعا زي ما قلنا جبسون بورد في الشقة كلها حتى في الحمامات. نروح لغرفة النوم الماستر اللي فيها الحمام، برضو جبسون بورد مكمل معانا في الشقة كلها. ده حمام غرفة النوم الرئيسية. نروح نشوف غرفتين النوم المتبقيين معانا اللي هما مشتركين في البلكونة. دي غرفة النوم الأطفال الأولى، طبعا هي معمولة ستايل بناتي شوية،
والجبسون بورد برضو مكمل معانا في الشقة كلها، وورق الحائط. ده الفيو من بلكونة غرفة النوم الثانية، البلكونة المشتركة بين غرفتين النوم الأطفال. نروح مع بعض نشوف غرفة النوم الثالثة، وهي غرفة شبابي مشتركة مع الغرفة اللي جنبها في نفس البلكونة ونفس الفيو. الشقة دي 170 متر صافي في الحي الرابع في التجمع الخامس، واحد من أميز الأحياء وأساس التجمع الخامس. دي السعر بدون الفرش عامل 2,300,000 كاش، الفرش بالاتفاق مع صاحب الشقة بإذن الله. لو ليكم أي استفسار أتمنى تكتبه لي في كومنت، وإن شاء الله أرد على كل الكومنتات، أو ممكن تتصلوا بي على الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. كنت معاكم مهندس رشدي سلمان من شركة ديجيتال العقارية، بتمنى لكم الخير كله وأشوفكم على خير بإذن الله. السلام عليكم.